وحدات الحرس الوطني بمدنين تكشف مخزنا جديدا للأسلحة بمنطقة وادي الربايع من معتمدية بنجردان، يحوي كميات من الأسلحة المتنوعة والذخائر. وقفات احتجاجية بعدد من مناطق البلاد للمطالبة بإحداث بلديات جديدة على خلفية قرار إحداث بلديات في 18 منطقة. المحامون ينفذون إضرابا عاما بيوم واحد احتجاجا على ما اعتبروه اعتداءات متكررة ضدهم وعدم تشريكهم في صياغة مشروع قانون المجلس الأعلى للقضاء. نشرة الثامنة، أهلا بكم. في عملية هي الثانية من نوعها في ظرف أسبوع، تمكنت الوحدات التابعة لإقليم الحرس الوطني بمدنين من الكشف عن مخزن أسلحة بجهة بنجردان. العملية التي تمت إثر معلومات استخباراتية والتي تم خلالها العثور على كميات من الأسلحة المتنوعة والذخائر تؤكد جاهزية قوات الحرس الوطني والمؤسسة الأمنية عامة للكشف عن المخططات الإرهابية. بعد 72 ساعة وعلى بعد بعض الكيلومترات من مكان كشف مخزن للأسلحة المطمورة تحت الأرض الجمعة الماضية، وفي عملية استباقية نوعية، تمكنت وحدات إقليم الحرس الوطني بمدنين من الكشف عن مخزن ثان للأسلحة بمنطقة مصرف الواقعة بين مدينتي مدنين وبنجردان. موجود في جهة مصرف على بعد 15 كيلومتر معتمدية بنجردان و45 كيلومتر على الحدود التونسية الليبية. الكمية هذه من الأسلحة كانت في إطار العمل اللي ينقوموا به في قطع الإمدادات على الجماعات الإرهابية اللي موجودة في جبل شعامبي، وهذا ما نجحنا فيه في المدة الأخرى. العملية ذي تدل كذلك على جاهزية وحداتنا الأمنية. وحدات الحرس الوطني تقوم بمجهود كبير على مستوى حماية الحدود وكذلك في الكشف عن المخططات الإرهابية. سنواصل هذا العمل. نحب نشكر كذلك المواطنين على تعاونهم مع الوحدات الأمنية. معلومات استخباراتية تحصلت عليها وحدات الحرس الوطني لتتحرك إلى المنطقة وتكشف مجموعة من الأسلحة. المخزن هذا وقع فيه الكشف عن 20 قذيفة ار بي جي، 20 حشوة ار بي جي، قذيفة صواريخ ار بي جي، 40 لغم أرضي مضاد للمدرعات، زوز أسلحة نوع فال، 23,000 خرطوشة، و30 ساعق كهربائي، وكمية من الفتيل الساعق. هذا وكانت منطقة بولعابة من ولاية القصرين مسرحا البارحة لتبادل لإطلاق النار بين دوريات أمنية ومجموعة إرهابية، لم يحدث أي إصابات في صفوف القوات الأمنية. تبادل لإطلاق نار كثيف ليلة أمس بين الوحدة الأمنية والعسكرية من جهة ومجموعات إرهابية من جهة ثانية بمفترق بلعابة من ولاية القصرين. الاشتباكات لم تصفر عن أي أضرار في صفوف قواتنا المشتركة في الأثناء. أفاد مصدر أمني أن عنصرا إرهابيا أصيب خلال الاشتباكات. العناصر الإرهابية حاصرت الوحدة الأمنية والعسكرية المتمركزة بالمفترق وتوزعت في عدة نقاط من عمادة بلعابة التي تتوسط جبلي شعامبي وسمامة محاولة استهداف القوات المتمركزة هناك، إلا أن يقظة الوحدات الأمنية والعسكرية حالت دون ذلك. على الساعة 9:30 وقعت تحركات تسللات من أربع اتجاهات، من اتجاه القرية ومن اتجاه الواد ومن الاتجاه الظهري والقبلي وثم كماين. الجروب هذه بجمال دنوي راو ثلاثة متصلحين لابسين لباس افغاني بالجمال دنوي في اتجاه الدوري، وقع ضربوا عليهم بالكرتوش وصارت مناشات تبادل اطلاق نار. في نفس الوقت ردوا علينا في الزون ادفيرس، رجعنا عليهم لين معنا لاذوا بالفيرق. وتزامنا مع هذه العملية تعرضت دورية تابعة لإقليم الشرطة بالقصرين متمركزة بطريق رابطة بين القصرين وسبيتلة إلى إطلاق نار باتجاهها من قبل عناصر مسلحة لم يحدد عددها، دون أن تصفر هذه العملية عن أي إصابات، لتتوزع القوات الأمنية والعسكرية بالقصرين التي شهدت حملة تمشيط واسعة. محاولة إرهابية لاستهداف أمن البلاد باءت بالفشل، وحركة استفزازية لم ولن تقلل من عزيمة الوحدات
الأمنية والعسكرية لمكافحة هذه الآفة. يموتوا منا 100، يموتوا 200، 300، 400. أنا واحد من الناس عندي ولاد وبنية، نموت أنا، يموتوا 1000 مليون. لا مجال للرياح في تونس، وتحيا تونس. لا مجال لعبوركم، هي رسالة هذه الوحدات الأمنية والعسكرية المتمركزة بمفترق بلعبة إلى العناصر الإرهابية التي تحاول استهداف أمن تونس. نادي أرتيبي للتلفزة الوطنية التونسية، مفترق بلعبة، القصرين. من جهة أخرى، أوضح مصدر أمني بولاية مدنين أن الدورية الأمنية المشتركة المتكونة من وحدات الجيش والحرس الوطنيين والتي عادت إلى التراب التونسي تم إيقافها الليلة الماضية بعد أن اجتازت ببضعة أمتار الخط الفاصل بين الحدود التونسية الليبية على مستوى المنطقة التونسية ظهرة الخصم من قبل دورية تابعة لقوة درع ليبيا. وذكر نفس المصدر أن الدورية الأمنية المشتركة المرابطة على الحدود التونسية الليبية رصدت تحركات في مسلك غالبا ما يعتمده المهربون لتتجه نحوه في عملية استطلاع ومراقبة، وبلغت مستوى الحد الفاصل بين التراب التونسي والليبي حيث اقتربت منها الدورية الليبية وأوقفتها للتثبت من هوية السيارات وراكبها. وبعد التثبت من كون السيارات الثلاث تابعة لدورية أمنية تونسية وأن دخولها التراب الليبي كان على وجه الخطأ، تم إخلاء سبيلها لتعود إلى التراب التونسي عبر معبر راس جدير الحدودي فجر اليوم. المطالبة بإحداث بلديات جديدة يرى فيها البعض حلا لمشاكل متراكمة في أكثر من منطقة تبدأ من التهيئة العمرانية لتصل إلى ضعف تنمية، إحداث يحيل على حديث عن ضرورة الحسم في مسألة الانتخابات البلدية كطريقة موصوفة بالديمقراطية للتعاطي مع هذه المشاكل وفق ما ضبطه الدستور. يتنزل الحديث عن التسريع بإجراء الانتخابات البلدية في خانة المقاربات المغلوطة للوضع البلدي إن استقام التعبير. فقبل الحديث عن الانتخابات كان لزاما وفق مقاربات المجتمع المدني المرور بعدة مراحل للوصول إلى تجسيد كامل لنص الدستور في حديثه عن السلطة المحلية التي قدمها على أساس اللامركزية الموصوفة بروح الثورة التونسية. كان لزاما التعريف بمعنى اللامركزية وكيف ستقوم بتغيير حياة المواطن في حقوقه وواجباته في إسهاماته في صنع القرار. على خاطر نجم جي اليوم الطالب اللي المنطقة نتاعك تولي منطقة بلدية وينجم يعطيه لك وهو هدية مسمومة، لأنه معناتها تحويل منطقة ترابية إلى بلدية راه وراها معطيات، راه وراها إشكاليات بما فيها الضرائب المحلية، بما فيها الجباية المحلية إلى آخره، لأنه بمبدأ اللامركزية هذه البلديات باش تولي مطالبة باش تجيب معناتها الموارد المالية نتاعها من المنطقة نتاعها. الدستور أفرد السلطة المحلية ب12 فصلا لتفسير مسار تجسيم اللامركزية بشكل قيل إنه يفوق دساتير أعتى الدول الديمقراطية. لكن الدستور وحده لا يكفي لبلوغ مرحلة تنظيم انتخابات بلدية في أجال قصيرة، فليس هناك إطار قانوني محدث للبلديات الجديدة، وليس هناك بعد تحيين أو تدقيق لسجل الناخبين بإدخال العنصر الجغرافي. يحدد شنو هي العلاقه بين البلديه وبين الجهه، العلاقه بين الجهات وبين مركز السلطه اللي باش يكون في تونس. عندنا اقاليم، يلزم عندنا جانب كبير من القوانين اللي توضح العلاقه هذه. المركزيه ما هيش جات، ما هيش لعبه، معناها تحب لنا على الاقل في عام ونص باش نجموا نوصلوها، باش يكون عندنا اطار قانوني واضح ينظم العمليه هذه. ووفق هذا التصور فاجراء الانتخابات البلديه يكون مستحيلا قبل نهايه سنه 16 و2000 او مطلع 17 و2000. التاخير اختيار وانتخاب مجالس جهويه لن يكون في مصلحه البلاد، واذا كان البلاد عجزت باش تخرج من الاوضاع المزريه اللي تعيشها، معناها اللي تعيشها المجالس البلديه الان، رغم الصبغه التوافقيه لتركيبه المجالس البلديه ورغم الدعم اللي تلقاه من اذا كان مش من كل الاحزاب وكل مكونات المجتمع المدني من منظمات جمعيات على الاقل من اغلبها، اذا كان هالتركيبه الوافقيه هذه ما نجحتش فما بالك بذات لون واحد. بين التسريع باجراء انتخابات بطريقه قد تكون مرتجله وبين حرص على التاسيس لارساء مركزيه، سيكون الخيار في كل الحالات امتحانا صعبا. قرار المجلس الوزاري المنعقد الخميس الماضي والقاضي بإحداث بلديات في 18 منطقة مشمولة بنظام المعتمديات في 11 ولاية أثار جملة من الاحتجاجات في أكثر من منطقة يطالب سكانها أيضا بأن يشملهم قرار مماثل.
معتمدية فوشانة من ولاية بنعروس شهدت صباح هذا اليوم احتجاجا على هذا القرار الذي حرمهم التمتع بهذا الإجراء. أوتوبيس البلدية مستوفي الشروط نتاعو كل من ناحية البلدية، من ناحية المعتمدية، من ناحية الولاية، معناتها الحكاية عند وزير مكلف بالشؤون المحلية. وكلمنا السيد الوالي وجانا وقال تو نعاونكم أرندوسمون ما تحلناش مشكلة، يلزمنا بلدية احنا نظرا للتعداد السكاني اللي عندنا. ولاية قفصة لم تكن في حل من هذه الاحتجاجات، حيث شهدت منطقة صالوش من معتمدية سند إضرابا عاما طلب الأهالي فيه بإنشاء بلدية ومعتمدية. المطلب الأساسي من غير ما نزيد نعاود نكرر فيه، طلبناه وكررناه وعاودناه اللي هو المطلب البلدية والمعتمدية. مطلب معتمدية زنوش وبلدية زنوش أصبح مطلب فعلي، لأنه استوفينا جميع الخصائص البلدية والمعتمدية. المعنيون بالأمر بوزارة الداخلية صرحوا بأن هذا القرار سيسحب على كل المعتمديات لاحقا لكن مرحليا. بالنسبة لبقية البلديات جايينها معناش منها هروب كيف ما يقولوا، كيف ما قلت لك التوجه دستوري، لكن فقط في إطار مرحلية، في إطار مقاربة ندرس فيها حاليا باش نحطوا شنية مختلف في المراحل لإحداث البلديات هذه، لكن مسألة متاع وقت فقط. قرار ينتظره المتمتعون السابقون بإنجازه في أقرب الآجال، بينما اللاحقون ينتظرون بتشنج على أمل ألا تطول فترة الانتظار. مشاريع قوانين حول الأسعار والمنافسة والبناءات غير المرخص لها عرضت اليوم على لجنتي الفلاحة والصناعة بمجلس نواب الشعب إذانا ببدء لجان تشريعية القارة في المجلس لأشغالها. مشروع قانون متعلق بالمنافسة والأسعار يهدف إلى ضبط الأحكام المتعلقة بها كان محور جلسة استماع لعدد من المنظمات المهنية إلى جانب منظمة الدفاع عن المستهلك، وذلك من قبل نواب لجنة الفلاحة والتجارة. إدماج السوق الموازية التي أصبحت كائن موجود في تونس ويتعدى تقريبا 50% من قيمة السوق ككل، الاعتراف بها لكن بترتيبات معينة، يكون فما أكثر عدالة، العدالة مع المنافسة، العدالة ما تسكن إلا عبر مجلس المنافسة. يجب التنصيص على كلفة الإنتاج في تحديد بعض الأسعار ولا في التوريد والتصدير، والتنصيص على المنتوجات المصدرة. نحن طلبنا كذلك من المنظمات إلى موافاة اللجنة باقتراحاتهم، يعني بالاقتراحات مكتوبة في أقرب فرصة من هنا إلى آخر أسبوع للتفاعل معها إيجابي. لجنة الصناعة والطاقة استمعت بدورها إلى ممثلين عن وزارة التجهيز والإسكان بخصوص نقاط تعديلية في مشروع قانون أحيل سابقا على مجلس نواب الشعب يتعلق بالبناءات غير المرخص لها، إجراءات لتسوية الوضعيات لعدد من الباعثين العقاريين بسبب التغييرات التي أدخلت على البناءات كانت مخالفة لما جاء في رخص البناء. ولن توسيع الفترة اللي تهم الباعثين العقاريين المتحصلين على رخص بناء، ما إجراءات تقنية مثلا لضمان صلابة المبنية هذه باش نطلبوا شهادة من مكتب مراقبة مؤشر عليه. كما نظرت لجنة التشريع العام في مشروع تنقيح مجلة الإجراءات الجزائية في انتظار مشروعي قانون الإرهاب وقانون المجلس الأعلى للقضاء. وفيما يتعلق بالمساعي الأخيرة للحد من ارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية، اصطدمت محاولات وزارة التجارة تسعير بعض المواد الغذائية بأحكام السوق في تطاوين ليقف تاجر التفصيل عاجزا عن الالتزام بما اتفق عليه أو اتفق عليه في إطار برنامج التحكم في الأسعار. اتفاقات التحكم في الأسعار من أجل مراعاة القدرة الشرائية للمواطن وتحسين ظروف معيشته اتفاقات لم تصمد أمام أحكام السوق. ففي تطاوين حيث انطلقت تجربة تسعير اللحوم الحمراء منذ نحو أسبوعين، أفاق المواطن على عودة الأمور إلى حالها أمام عدم التزام التجار بقرارات الإدارة. هنا يبيعوا فيه ب20 مش باهي، وكل واحد وسومه وكل واحد ومعلوماته مش باهي، يلزم قانون مع تونس يلزم يجمعنا كل. نبيع فيها ب20 لحم مش مقابل، مش مخلص اللحم ثم طيش دينار مش السلعة هذه، ما يخلص كيلو الشعير ب440 مليم وزيل اللحم تقوله ب18000 ما يقابلش. كيفاش نبيع لهم يا أخي؟ احنا تاكل في التراب السلعة، تاكل في الشعير ب400، ترنات ب400000، خلي الخدام 450 وخلي الخدام يحشي في بداية وين يصبح بالت التبن ولا ب8000 فرنك تبن مش حاجة أخرى.
كيفاش تبويه اللحم؟ هم من اول مره يهبطوا على اللحم طول، يا اخي اللحم خرج طول هكاك لمدوهم القعر مو في الكنتوار. وزارة التجارة تجهد أيضا للاتفاق مع عدد من الفضاءات التجارية الكبرى لتطويق ظاهرة ارتفاع الأسعار، محاولة أفضت إلى التخفيض في أسعار بعض المواد الاستهلاكية عبر تقليص هامش ربح. هامش قد تستطيع الفضاءات الكبرى التحكم فيه على عكس تجار التفصيل، خاصة فيما يتعلق بالمواد الفلاحية، حيث لم تصمد قرارات تسعير عديد المواد الغذائية كالبصل والبطاطا في بعض الأسواق. البطاطا الدينار بمرشي الجمل ناخذ فيها بالكيدونس، البصل ب 14%، هو نتفرج ب 14% بصل، كيفاش حبنا نبيعوا ب 980 البطاطا و 980 بصل؟ كيفاش احنا؟ ناخذ بسوم ونبيعوا بسوم؟ التجارة وانا تمشي لمرشيات الجملة تحكي فيه، ها البصل ب 14% البلاك. صحيح ثم معناها انحراف على مستوى الأسعار لبعض التجار، قاعدين نتبعوا في الموضوع، علمناهم بالقرار الجديد نتاع البصل الجاف اللي هو بحدود 980 مليم للكيلوغرام الواحد، وبدينا من اليوم معناها نطبقوا الإجراءات واستدعينا حتى بعض المخالفين في المنطقة هذيا معناها. تنجح بعض المحاولات لتصطدم أخرى بواقع ارتفاع التكلفة على مستوى الإنتاج وارتفاع سعر الجملة بالنسبة لتاجر التفصيل، الحلقة الأخيرة في منظومة تسعير المواد الاستهلاكية، ليظل المواطن ضعيف الحال خصوصا بين المطرقة والسندان. حمل أعوان شركة تونسية للشحن والترصيف بميناء رادس شارة الحمراء احتجاجا على ما اعتبروه مسا منهم وتغييبا لهم في إحدى حلقات برنامج شكرا على الحضور الذي تبثه القناة الوطنية الأولى. حل المشاكل التي يعاني منها ميناء رادس يستوجب تدخل كل الأطراف المعنية بذلك، هكذا قال إطارات وعمال شركة تونسية للشحن والترصيف الذين نفذوا وقفة احتجاجية على ما اعتبروه تغييبا لهم في برنامج شكرا على الحضور الذي تحدث عن إخلالات وسرقات داخل هذا الميناء، وكان من بين المشاركين في هذا البرنامج موظف وصف بالمجمد بالشركة المعنية. تعمل بث مباشر من سفق وما تستدعيش اتحاد العام الشغل وما تستدعيش الاطراف الاخرى باش تدافع عن هيعقل هذا. ما عندناش اشكال مع طرح جميع الاشكاليات اللي موجوده، ولكن تم بثه بطريقه حسوا بها الاعوان وانهم هما اصحاب الاشكاليات في الميناء في الوقت اللي هما اصحاب العمل وهما يخدموا ليلا نهارا. هي كاميرا تصور وعامل كسرها ما يبش يظهر شكون اللي كسر، ثم كاميرا أخرى ظهر لي شكون يكسر. ولئن تعود المسؤولية القانونية عن الحاويات داخل الميناء حسب البعض للشركة التونسية للشحن والترصيف، فإن ذلك لا يعني أن الحاويات المفتوحة قد تمت سرقتها من طرف أعوان الشركة بحكم أن محتويات بعضها قد أتلف بمفعول الزمن. مؤكد ثم حاويات تصير فتحة في الميناء للمعاينة الديوانية ولا لبريز دي شانتيون دي كالونتيار من مصالح الديوانة، البطء في الرفع من طرف أصحاب الحاويات ياتي من طرف منظوريهم كانوا وكلاء عبور او ناقلي بريين، هذا كل ما في الامر. استان هي تاخذ في معناها ادوات على استاسيونمون دي واحد ديزونوري على استاسيونمون وين مسؤول على السلعه هذه. هذا ما يعنيش اللي انا نتهم استان بحاجه، هذه نوضحوا في مساله قانونيه، راه من غير استان اللي هي قائمه بمجهود كبير ياسر في الميناء هذه، راه من غيرهم هما الميناء ما يمشيش. ما يتداول من حديث عن إسناد لزمة لإحداث رصيفين آخرين للخواص واستغلالهما في إطار توسيعة ميناء رادس يبدو أنه موضوع يثير خشية العملة ومخاوفهم، وهو ما يحتم اتصالا وتواصلا بين كل الأطراف المعنية بهذه البوابة البحرية. تقبل عديد المواطنين التونسيين والليبيين قرار إلغاء معلوم المغادرة عن مواطني المغرب العربي بأريحية كبيرة. أهالي بنجردان الذين تمثل التجارة عبر المعبر موردا أساسيا لعيشهم والذين طالبوا سابقا بهذا القرار أكدوا أيضا ضرورة إيجاد منوال تنموي حقيقي لمنطقتهم. إلغاء معلوم المغادرة عن مواطني المغرب العربي كان له صداه الإيجابي لدى عديد المواطنين وخاصة أهالي معتمدية بنجردان الذين يعتمدون على النشاط التجاري مع القطر الليبي الشقيق، نشاط يعتبر مورد رزق أساسي لعدد هام من المتسكنين ومن أصحاب الشهائد العليا العاطلين عن العمل. والله رفع الأتاوة تعاوننا برشا بصراحة، تنحي علينا برشا حمل. المنفذ الوحيد للعمل للقوت اليومي هو راس جدير. شوي سلعه شوي منه نصورها 20,000 باش عاجبين دريت، عاونا شوي 60 دينار عاونونا.
المواطنون الليبيون الذين يتوافدون بأعداد هامة فردية أو جماعية وصفوا بدورهم القرار بالبادرة الإيجابية التي تخفف عنهم عبء المصاريف. أنا شخص بيرفع مثلا حد مريض مع ثلاثة والله أربعة اثنين بيخسر 200 دينار حتى يرى لها قيمتها. كل ما تسهلت الإجراءات كل ما كانت حركة العبور وانسيابها طبيعي وأحسن وأفضل، وهذا في النهاية تكامل بين البلدين شقين. يعني رفع هذه المعالم الجبائية الذي جاء استجابة للمطالب الشعبية بعدد من جهات الجنوب الشرقي نظرا لارتباط اقتصادها بصفة مباشرة بحركة العبور من وإلى القطر الليبي، وإن استبشر به أهالي بنقردان مثلا فإنهم أكدوا على ضرورة خلق منوال تنموي متكامل. نفذ المحامون إضرابا عاما بيوم واحد في كافة محاكم الجمهورية في إطار أسبوع احتجاجي على خلفية ما اعتبروه اعتداءات متكررة على المحامين، وكذلك على خلفية محاولة إقصاء المحاماة التونسية من المشهد القضائي وعدم تشريكها في صياغة وبلورة مشروع قانون إحداث المجلس الأعلى للقضاء. بداية الأسبوع الاحتجاجي للمحامين كان بإضراب عام بيوم واحد في كافة محاكم الجمهورية مع تنفيذ وقفة احتجاجية داخل قصر العدالة بتونس، تحرك يأتي وفق عميد المحامين على خلفية تكرار الاعتداءات على أصحاب العباءة السوداء، واحتجاجا أيضا على إحالة 38 محامي في صفاقس من أجل دخولهم لمكتب السيد الوكيل العام الذي فتح أبوابه على مصراعيه، وبعد جلسة تفاوضية مع مجلس الفرع الجهوي للمحامين بصفاقس ومع أعضاء الهيئة الوطنية للمحامين عنا له أن يحيل 38 محامي من ضمنهم عضو هيئة وطنية. نحن نسعى دائما إلى وجود الحلول الملائمة لفض هذه الإشكالات، ولكننا والأسف الشديد نصطدم بلا مبالاة السادة القضاة. وحسب الأخبار اللي جمعناها من مختلف المحاكم إضراب ناجح بإجماع من المحامين، مشاركة واسعة من المحامين، استثنيت الحد الأدنى من سير القضايا في المسقطات ضمانا لحقوق المتقاضين. التحركات الاحتجاجية للمحامين تأتي كذلك وفق الهيئة الوطنية للمحامين على خلفية محاولة إقصاء المحاماة التونسية من المشهد القضائي. أيضا هذا الاحتجاج هو على خلفية محاولة إقصاء المحاماة التونسية من المشهد القضائي ومن المجلس الأعلى للقضاء عبر مناورات تأتيها بعض الأطراف. لكن احنا اليوم في مسألة في معركة مفصلية ومصيرية حول إصلاح المنظومة القضائية وحول مشاركة المحاماة، راهي عنصر فاعل، راهو ما اسموش المجلس الأعلى للقضاة، اسمه المجلس الأعلى للقضاء. وعن هذه التحركات ردت رئيسة جمعية القضاة التونسيين. احنا نقولوا اللي هذه جمله من التحركات فيها توظيف سياسي، واحنا كجمعيه قضاة التونسيين يعني باش نكونوا واضحين، عمرنا ما عرضنا وجود محامين في المجلس الاعلى للقضاء، وانما قلنا راهو المجالس العليا حسب دستورنا الجديد وحسب المعايير الدوليه وقت اللي تنفتح على غير القضاة، راهو كجزء من غير القضاة هو يمثل المجتمع ومثل المجتمع في اختلاف وتعدديته، ولذلك فإنه ما ينجمش يكون من محامين فقط ولا من أساتذة جامعيين فقط وإلا من ممثلي المجتمع المدني فقط، وإنما يلزم تكون في تركيبة متوازنة بين المكونات هذه كل. هذا وقد تقرر تنظيم مسيرة وطنية يوم السبت المقبل. إضراب عام في مدينة تالا من ولاية القصرين أغلقت بموجبه كامل المؤسسات العمومية باستثناء الخدمات الاستعجالية بالمستشفى المحلي والصيدليات والمخابز وبعض المحلات التجارية، تحرك احتجاجي الهدف منه المطالبة بتفعيل مشاريع تنموية برمجت لهذه المدينة في أكثر من قطاع. دخل أهالي مدينة تالا اليوم في إضراب عام توقف على إثره العمل بكامل المؤسسات العمومية باستثناء بعض الخدمات، تحرك جاء إثر استيفاء الأهالي كل أشكال التحركات الاحتجاجية حسب قولهم مطلبهم الوحيد التنمية وتحقيق التوازن الجهوي. تالا تدخل بعد 14 في معتمدية ذات أولوية، بلدية مدعومة بمعنى أن نسبة الفقر فيها تفوق 90%، بالنسبة للحكومات المتالية ما يربو أو يفوق 140 مليار مرصودة للجهة هذه، نسبة الإنجاز 7%، إذا كان الأرقام السابقة مع نسبة الإنجاز هذه سوف تكون حالة تالي اليوم. تالي نحبوا ننهضوا بها خاطر قضيتنا ذي، قضية أولادنا، قضية بياتنا، قضية أماتنا، مستقبلنا.
إضراب عام جاء على إثر اعتصام مفتوح نفذه عدد من مواطني الجهة منذ 24 من فبراير الفارط احتجاجا على سياسة اللامبالاة بمطالبهم من طرف السلطات المعنية حسب تعبيرهم. ما صارش تجاوب من السلطة الجهوية، دونك بالنسبة لنا نحن تو مطلبنا الأساسي هو وفد وزاري. وفد وزاري يجي من تونس لهنا لتالا باش ندرسوا الأوضاع هذه والمشاكل اللي عندهم هم الكل. ديجا نحن كمواطنين عاديين لقينا لها الحلول. تالا ديما بقت في الحضيض ونحن تو حان الوقت، وبكل صراحة حان الوقت باش ناخذوا متاعنا حقنا، ماناش طالبين أكثر من حقنا. وأعلن الاتحاد المحلي للشغل بتالا مساندته لمطالب المحتجين مؤكدا عدم تبنيه لهذا الإضراب العام، كما أعلن أهالي الجهة عن الدخول في عصيان مدني ابتداء من يوم غد في حال تواصل تجاهل مطالبهم على حد تعبيرهم. تعطلت دروس اليوم في مدرستين ابتدائية وإعدادية في رواد من ولاية أريانا بعد أن غمرت مياه الأمطار الغزيرة ساحتيهما لتبلغ حتى قاعة الدرس. وضع تجندت له وحدات الحماية المدنية ومصالح بلدية رواد ومصالح التطهير لشفط المياه التي تسربت حتى إلى بعض المنازل في عدد من أحياء رواد. وضع نقاع ولا لا؟ هو السؤال الذي طرحه أحد التلاميذ على حارس مدرستهم التي تعطلت بها الدروس، المدرسة الابتدائية أبو جعفر 2 برواد التي تحولت ساحتها إلى حوض مياه واستحالت الدراسة ببعض أقسامها. كل مطر كما كا وما يقراوش ترى التلاميذ ما تجيش تقرا. هاك كما تشوفي الطابعة والواحد البروات معبي بالماء، القطا معبي بالماء. الصغار بقاو الغلطه مش من المدرسه، الغلطه في اللي عملوا الطريق من الاول، الوزن المهندسين في عود يسلبوا الماء لوتا يبعدوه على المدرسه لا رجعوه للمدرسه. تعطل الدروس لم يقتصر على المدرسة الابتدائية جعفر 2 بل شمل حتى المدرسة الإعدادية الفرابي بجعفر. اللي سيك كامل معبي بالماء في السالات الداخل مكسر شبابك خرجونا الكلنا قالونا برا روحوا خاطر الدنيا كلها ماء ما نجموش نقراو في الماء والبرد. المياه التي غمرت ساحات المدرستين وغازت بعض الأقسام كانت وراء قرار تعطيل الدروس بهما حفاظا على سلامة التلاميذ على حد تعبير مديري المدرستين. حاولت معناها باش نجبدوا الماء ما نجمتش، مشيت للمعتمد، السيد المعتمد أعطاني كلمة باش يبعث لي لوناس. كان لوناس جاو العشية وحاولنا باش نظفنا المدرسة من الوحل من الطبعة، غدوة يرجعوا يقرأ. إذا كان ما نجمناش بطبيعة إذا كان غدوة باش معناها نكملوا. بالنسبة للمدرسة نتاعنا أول مرة، حتى فما حتى شكون قبلي أنا ما يخدم هنا، أول مرة تصير لنا في المدرسة بالشكل هذا، أول مرة. وللعلم مشكلة مش مشكلة المدرسة بالذات، راهي مشكلة نتاع منطقة كاملة، لأنه الماء يهبط من جبل وحتى الناس تشكي ديجا وصلوا سكروا الكياس في فترة من فترات على السبب هذا. هذا ويبقى شفط المياه من المدرستين حلا ظرفيا في انتظار حل جذري لمنطقة رواد التي ما فتئت بعض أحيائها تعاني مع كل هطول للأمطار. إصدار بيان من قبل عدد من الكتلة البرلمانية والمكتب التنفيذي وبعض المنسقين الجهويين لحركة ندى تونس يعلنون فيه مقاطعة الهيئة التأسيسية عمق الخلاف بين قيادات الحركة. متابعة للموضوع في هذا التقرير. تأجيل اجتماع لانتخاب مكتب سياسي لحركة ندى تونس عجل بإعلان عدد من أعضاء الكتلة النيابية مقاطعة الهيئة التأسيسية وقرارتها، وغذى الصراع بين الهيئة والمكتب التنفيذي والكتلة النيابية وبعض المنسقين الجهويين. الهيئة التأسيسية قلنا لها راك عجزت كهيئة، عجزت في إدارة هذه المرحلة، ندعوكم كأفراد كمناضلين كقياديين محترمين باش تنضموا لهذا العمل الإصلاحي التصحيحي. وقلنا لهم اللي ماناش معترفين بكم وما عادش معترفين بأي من قراراتكم نظرا للخطورة متاع الأوضاع اللي وصلنا لها. كلام لا يروق لبعض أعضاء الهيئة التأسيسية إذ يرون أن الهيئة هي الوحيدة التي تكتسب الشرعية في اتخاذ القرارات، معتبرين أن هذا القرار هو محاولة للاستيلاء على الحزب سيكون مصيره الفشل. مجموعة معناها تعزف على نفس الفكرة وعلى نفس الواحد وجايبين بيان اقراوه ومش بادئين. احنا متكلمناش، لم نتكلم. سيخ ميسكسيلة خرج قبل مدة في كابا فام قال رضا بالحاج ومحسن مرزوق ورفع بن عاشور خطر على الأمن القومي. توا البارح يقرأ في وثيقة ويقول لم تعد هناك هيئة تأسيسية، ما نعرف شنو باش يحط في بلاصتها. عملية تكسير الحزب واستيلاء عليه.
أما أعتقد أنها عملية فاشلة. يبدو أن أزمة حركة نداء تونس وفق بعض المتابعين تزداد يوما بعد يوم، وأصبحت التطورات التي تتخذها تشير إلى الأسوأ إن لم يقع وضع حد لها عبر انتخاب مكتب سياسي والإسراع في عقد المؤتمر الأول للحزب. الوضع العام بالبلاد وضرورة التفاف القوى الوطنية من أجل مجابهة الصعوبات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية كان محور لقاء رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي بالهاشمي الحامدي رئيس حزب تيار المحبة بقصر قرطاج. اللقاء تناول كذلك سبل استكمال إنجاح المسار الانتقالي في تونس. تباحث رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي اليوم مع رئيس مجلس مؤسسة المجتمع المفتوح جورج سوروس، هذه المؤسسة التي تعتزم القيام ببرامج وأنشطة مختلفة بتونس من خلال فتح مكتب لها، وذلك بعد نجاح تجربة الانتقال الديمقراطي. مؤسسة المجتمع المفتوح ستساهم حسب رئيس مجلسها في إنجاز عدد من البرامج من بينها صيانة دور الثقافة بتونس بالتعاون مع وزارة الثقافة. تحت شعار صيانة الأمن القومي العربي انطلقت اليوم بالقاهرة أشغال الدورة 143 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، دورة تبحث عددا من القضايا تهم تطورات الأوضاع في المنطقة العربية ومكافحة الإرهاب، وتشارك تونس في هذا الاجتماع ممثلة في وزير الخارجية طيب البكوش. مواجهة الأخطار الإرهابية في المنطقة العربية كان العنوان الأبرز لجدول أعمال هذه الدورة الذي تضمن 28 بندا تتمحور أساسا حول توحيد المواقف العربية إزاء التهديدات التي تواجه الأمن القومي العربي بما في ذلك الإرهاب. الاجتماع دعا إلى بعث قوة متعددة الجنسيات عربيا لمواجهة العمليات الإرهابية، وأن المطلوب الإلحان الآن وبإلحاح هو النظر في إنشاء قوة عسكرية أمنية عربية مشتركة تكون متعددة الوظائف بمعنى مالتي ناشنال فورس، قادرة على الاطلاع بما يوحد إليها من مهام في مجالات التدخل السريع لمكافحة الإرهاب وأنشطة المنظمات الإرهابية. وبحث المجتمعون أيضا تطورات القضية الفلسطينية في ضوء الصراع العربي الإسرائيلي والاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والجولان وأجزاء من جنوب لبنان. الأوضاع السياسية والأمنية في ليبيا كانت أيضا محل نظر وزراء الخارجية العرب، حيث طالبت ليبيا بإسناد جيشها في الحرب ضد ما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية. تسليح الجيش الوطني الليبي بما يمكنه من مواصلة مهمته السامية في محاربة الإرهاب والقضاء عليه. ثانيا، منع تدفق السلاح والعتاد وأنواع الدعم جميعها برا وبحرا وجوا إلى التنظيمات والجماعات الإرهابية. كما بحث المجتمعون تطورات الأوضاع في اليمن والعراق وسوريا ولبنان وقضية الجزر الإماراتية المحتلة من قبل إيران ودعم السلام والاستقرار في كل من السودان والصومال وجزر القمر. كما تناول اجتماع مجلس الجامعة العربية عددا من القضايا الإعلامية، منها ميثاق الشرف الإعلامي المحال على المجلس من قبل مجلس وزراء الإعلام العرب لاعتماده. أغار طيران الجيش الليبي اليوم من جديد على مطار معتيقة في العاصمة طرابلس، وهو آخر مطار يعمل في العاصمة التي تسيطر عليها حكومة موازية. وفي استمرار للهجمات المتبادلة بين طرفي الصراع، تزامن الهجوم مع أداء خليفة حفتر اليمين قائدا لجيش الحكومة المعترف بها دوليا برئاسة عبد الله فيني. وفي تطور آخر، أعلن مسؤولون في الفلبين اليوم عن اختطاف 4 فلبينيين وخمسة أجانب من بينهم أوروبيون من قبل مسلحين مجهولين من حقل نفطي وسط ليبيا. بدأت قوات البشمركة الكردية هجوما ضد ما يعرف بتنظيم الدولة الإسلامية في مناطق في كركوك، تزامنا مع العملية العسكرية الكبرى للقوات العراقية لتحرير مدينة تكريت من سيطرة التنظيم المتشدد. في الأثناء، أكد رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة الجنرال مارتن دامبسي من بغداد اليوم أن التحالف الدولي يتوخى الحذر في استخدام القوة الجوية تجنبا لسقوط ضحايا من المدنيين. تتوسع رقعة القرى والمحافظات العراقية التي تتقدم القوات الكردية شيئا فشيئا للسيطرة عليها مقابل انسحاب ما يعرف بتنظيم الدولة الإسلامية منها. اليوم هاجمت قوات البشمركة مواقع لما يعرف بتنظيم الدولة الإسلامية حول مدينة كركوك شمال العراق، مدعومة بضربات جوية مكثفة شنتها قوات التحالف التي تقودها الولايات المتحدة. وحسب مصادر أمنية، فإن اشتباكات عنيفة اندلعت بين قوات البشمركة ومتشددي التنظيم شمال غرب كركوك.
وكانت القوة الكردية قد سيطرت على مدينة كركوك في الصيف الماضي بعد انسحاب قوات الجيش العراقية أمام تقدم مسلح ما يعرف بتنظيم الدولة الإسلامية. في المقابل أفاد مسؤولون عراقيون بأن هذا التنظيم المتشدد قتل 20 شخصا مناهض له في بلدة الحويجة التي يسيطر عليها التنظيم جنوب غرب مدينة كركوك. وتتزامن هذه التطورات مع زيارة الجنرال الأمريكي مارتن ديمسي إلى بغداد اليوم، زيارة تأتي في خضم هجوم وصف بالأكبر شنته القوات العراقية ضد تنظيم دولة الإسلامية لاستعادة مدينة تكريت ومحيطها. ديمسي قال خلال زيارته إن التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد التنظيم يتوخى الحذر في استخدامه القوى الجوية لتجنب سقوط ضحايا في صفوف المدنيين، وأكد أن واشنطن لا تريد خلق معاناة إضافية في استهدافها مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية في العراق. وحسب متابعين للشان العراقي فإن هذه الزيارة تأتي من أجل الاستفسار من الحكومة العراقية حول التدخل الإيراني العلني في معركة تكريت ومساندتها للقوات العراقية. نفت حركة المقاومة الإسلامية حماس اليوم تقارير إعلامية إسرائيلية تحدثت عن موافقتها على تهدئة لمدة 5 سنوات مع إسرائيل مقابل رفع الحصار عن قطاع غزة. هذا كان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد دعا اليوم بالعاصمة السوسرية بأن المجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي للتدخل والضغط على إسرائيل للإفراج عن الأموال الفلسطينية. وأكد الرئيس الفلسطيني خلال اجتماعه مع رئيسة الكونفدرالية السويسرية سيمونيتا سوماروغا على خطورة استمرار الحكومة الإسرائيلية بحجز أموال الضرائب الفلسطينية. أخيرا، ينظم الديوان الوطني للصناعات التقليدية الدورة الأولى لأيام الصناعات التقليدية واللباس الوطني من 9 مارس إلى 16 من الشهر نفسه، وتهدف التظاهرة إلى تقريب المنتوج التقليدي التونسي من المستهلك من خلال التعريف به وبتنوعه وبثرائه المستوحى من التراث الوطني. تحاول لطيفة المد بحرفية في الصناعات التقليدية تقديم أبرز فوائد الأعشاب الطبيعية وخصوصياتها الصحية لمجموعة من تلاميذ المدرسة الابتدائية بنهج الهند، مدرسة كانت بها الأجواء هذا الصباح استثنائية احتفالا بانطلاق الدورة الأولى لأيام الصناعات التقليدية واللباس الوطني. اليوم حبينا نحييو السيدين، نوريو صغيراتنا تقطير الأعشاب، نوريوهم كيفاش الكليل، الزعتر، الريحان، لبسة لبسة الحمامات ويمثل هذايا تراثي وتراث بلادي وأصلي ولازمنا نحافظوا عليه. هذا يعني باش نرسخوا لدى الناشئة، يعني عندنا صناعة وعندنا تاريخ وعندنا أصل، وهذا على الأقل نحافظوا باش نحافظوا على التراث هذاك ونحاولوا كيفاش يعني نطوروه. التظاهرة تهدف إلى تقريب المنتوج التقليدي التونسي من المستهلك من خلال التعريف به وبتنوعه وثرائه المستوحى من التراث الوطني. عديد الأنشطة على مستوى كافة جهات الجمهورية، من تنشيط في المدارس، من معارض تجارية، من ندوات، معارض، مسابقات، أنشطة مختلفة. برمجة ثرية بمختلف جهات الجمهورية في الدورة الأولى لأيام الصناعات التقليدية واللباس الوطني في محاولة لدفع المنتوج التونسي والترويج له. وصلنا إذن إلى ختام النشرة، ونذكركم مشاهدينا بالعناوين. وحدات الحرس الوطني بمدنين تكشف مخزنا جديدا للأسلحة بمنطقة وادي ربيع من معتمدية بن قردان يحوي كميات من الأسلحة المتنوعة والذخائر. وقفات احتجاجية بعدد من مناطق البلاد للمطالبة بإحداث بلديات جديدة على خلفية قرار إحداث بلديات في 18 منطقة. المحامون ينفذون إضرابا عاما بيوم واحد احتجاجا على ما اعتبروه اعتداءات متكررة ضدهم وعدم تشريكهم في صياغة مشروع قانون المجلس الأعلى للقضاء. وعلى أنفوا تونيزيا تي في نقطة ننتظر دائما آراءكم واقتراحاتكم. فقط نذكر أن 187 يوما مرت على احتجاز الصحفيين سفيان الشرابي ونذير الكتاري في ليبيا. شكرا للمتابعة والاهتمام. سهرة طيبة وإلى اللقاء.